بقى لتحقيق النبوءة، نبوءة الكابتن علي شرف والكابتن أحمد مصطفى. بدايتك مع الفريق الأول كان نهاية فريق الأحلام في نادي الزمالك وجيل مع كرول، أنت شايف وقتها إن ده كان يحرق ولا كان أفضل إن أنت تلعب مع جيل ناشئين صاعد معاك، مفيش نجوم كبيرة، مفيش معلمين في الفريق وأنت صاعد كنجم صاعد وقتها، ده ساعدك ولا كان الموضوع صعب جدا؟ صعب جدا، المسؤولية تبقى عليك. أنت طالع وسط ناس جديدة لسه ده جاي النادي، كان الجيل اللي هو بتاع ايمن مشالي واحمد متولي وكابتن اكرم عبد المجيد، يعني قادمين للنادي مع ناشئين النادي، مع اولاد النادي طارق السيد وعمر عبد العزيز وطارق السعيد وعبد الواحد السيد، واحنا طالعين مطالبين ان احنا نشيل النادي ونشيل الفرقه. فالموضوع ان 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 النتائج ساعتها ما كانتش مساعده مع مستر كرول، عملنا فتره تقييمك لرود كرول؟ لا، من المدربين المحترمين. هو اول مره كده جه قال لك انت هتلعب يا كابتن طارق، اول مباراه بقى يعني وجهز، كان في محمد قطب بيلعب، لا هنعتمد على طارق السيد. خدني في ماتش المنيا اعتقد، لا كان قبل المنيا، كان اسوان في اسوان. اسوان في اسوان المنيا اول اهداف، اول اهداف المنيا اسوان في اسوان، كان في نهار رمضان الساعه 2 الظهر في اسوان، وطلب ان انا هبتدي ولعبت الماتش وتعادلنا 2-2 هناك، وكان جاب الجون الاولاني الكابتن احمد عبد الله والجون الثاني اعتقد سيد حنفي. لا ده اول اهداف بقى كابتن طارق السيد مع ضد المنيا بلدك بالفعل. اهلك واسرتك وشهم حلو عليا. ده اول اهداف الكابتن طارق السيد. فالماتش كان صعب جدا في الحر في رمضان واحنا صايمين، لدرجه ان انا حتى يمكن بعد الماتش كان خلصنا الماتش والمفروض ان احنا طالعين على الاوتيل عشان نستنى نفطر وان هنركب الطياره ونرجع. نمت بتاع 3 ساعات وعدى الفطار وبيدوروا عليا مش لاقيني ان انا انت قلت تعدي اليوم باي طريقه، لان عملنا مجهود كبير جدا الساعه 2 الظهر في رمضان في الصيام. لا الموضوع هناك حر جدا 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 وكان مجهود صعب. كان فرقه اسوان كانت فرقه محترمه طول عمرها طبعا، من الفرق القويه جدا على ملعبها، وكانوا واخدين من عندنا عمرو فهيم، وكانوا واخدين من عندنا احمد عيد، وكان كان جيل برضو محترم، وكانت لعيبه محترمه جدا، عملوا معانا ماتش كويس، وده كان البدايات بتاعتي. بعد جون المنيا اللي هو اول اهداف، في جون مهم جمهور الملك بيحبه ليك دايما في المحله لانه كان في توقيت قاتل، ودي بقى بدايات ان انت اثبتت للناس ان طارق السيد هو الظهير الهجومي. احنا ما بنتكلمش هنا في ظهير ايسر عادي، لا احنا بنتكلم في لاعب. انا بيعجبني قوي في الجون ده يعني لقطه ليك ولقطه الكابتن محمد السيد، هو هنا يعني ايه هو واقع ما استسلمش، يعني الله يرحمه طبعا. بص هنا الحته دي بتعجبني قوي، الكره دي لو هو استسلم فيها كانت ما كانتش بقت هجمه، احنا كنا بنتكلم في الوقت الضايع. ده انا هقول لك على حاجه حلوه قوي في الماتش ده، انا نازل في الدقيقه 83 حقيقه فعلا، ماشي. لما نزلت في الدقيقه 83 وانا واقف على الخط، كان كرول بيعشق ان هو يدفع بالولاد الصغيرين اللي هم الناشئين بتوع النادي، فانا نازل واحد من جمهور الزمالك يا عم كرول ايه العيل الصغير اللي انت حجم صغير والسن هو لسه، ساعات في المدرجات كمان اللعيب بيبقى باين بعيد شويه، والنتيجه 1-1 والمحله تقيله وماتش صعب في المحله في ماتش صعب بجد يعني فرقه المحله. الماتش ده ما كملش بعد جونك، يعني تم الاعتداء على بشير التابع والماتش اتلغى، يعني لا ما اتلغاش ده كمل. لا هو اللي حصل النتيجه 2-1، الجون جه في اخر دقيقه هم رموا طوبه على بشير التابعي والماتش اتحسب للزمالك 2-0. بس هو بص هنا عمال يحاول ان هو يوقعني باي شكل، حد عايز يضربك فعلا في الاول اللي هو مش مهم، بس هو انت واخد القرار ورايح وانت باك ليفت ورايح في الحته طبعا صعبه جدا، والحمد لله الكره كانت متباصه من اكرم عبد المجيد، باص جميل حاطين انا والجون، والحمد لله ربنا وفقني فيه. الاجوان ده من الاجوان المؤثره، لان انت سبت بصمه عند الجمهور، يعني بدايه بقى اللي هو الجمهور يعرف اسم طارق السيد، 2-1 ومكسب واتنين بونت. وعلى فكره في الماتش ده انا خدت مكافاه خاصه من احد رجال الاعمال وانا ما اعرفش، يعني لقيت حاجه كده جاي مكافاه من الفرحه من المبسوط جدا بالجون. وكان الكابتن حسين السيد ربنا يديله الصحه، وانا الكلام ده بذكره ذكرته قبل كده، يعني كان ايمن عبد العزيز لسه صغير واحنا لسه صغيرين، احنا جيل واحد، وكان ايمن بياخد انذار في ايقاف، اذا كان الايقاف من انذارين على طول. فالكابتن حسين السيد قال له، لان ايمن كان مؤثر جدا في الفتره دي، قال له يا ايمن لو ما خدتش انذارات النهارده هديك مكافاه خاصه، واللي هيجيب جون المكسب هديله مكافاه خاصه. الكابتن حسين السيد ادانا انا مكافاه من جيبه، ده غير يعني المكافئتين اللي انا برضو مش ناسيهم ابدا، لان دول كانوا من اول المكافئات اللي انا امسكها في ايدي، من حاجه وهو صغير اي حاجه بتفرق مؤثره بالنسبه لنا، وان كابتن الفرقه
على فكرة احنا اتعلمنا الكلام ده لما كبرنا من الكابتن حسين ومن الناس اللي هي الكبار بتوعنا اللي علمونا الكلام ده. مجرد ان هو يديك مكافأة وهو لعيب معاك في الفرقة وكابتن النادي ويطلع لك مكافأة عشان انت عملت حاجة متميزة او عملت حاجة كويسة، اتعلمناها من الناس الكبيرة دي وحاجات يعني تواصل الأجيال اللي هو دايما بيبقى مطلوب.